بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سنواصل في مكون القرآن الكريم في سورة الإنسان في الشطر الثاني، الحصة الثانية. خذوا معي صفحة 64، فقرة الحصة الثانية. إذن صفحة 64، فقرة أقوم تعلماتي وأدعمها. يقول الله تعالى: ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هنا نتساءل عن معنى نعيم مقيم. لدينا مجموعة من الاختيارات، سنختار منها الجواب الصحيح. إذا نعيم مقيم بمعنى نعيم منقطع أم نعيم دائم أم نعيم قليل أم نعيم مؤقت؟ نعيم منقطع لا، فالله تعالى بشر من البشارة من الخير، إذا لا يمكن أن يكون نعيم منقطع، إذا فهو نعيم دائم، بما أن الله عز وجل جاز المؤمنين بالنعيم، إذن فهو نعيم دائم وليس قليل وليس مؤقت. إذن معنى نعيم مقيم حسب الآية فإنها مقيم تعني دائم من الدوام. أسمي الفئة التي بشر الله برحمته وأعد لها النعيم المقيم أو أعد لها النعيم الدائم. إذا عدنا للآية سنجد فيما كنا قد قرأناه في السورة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا الفئة التي بشرها الله تعالى برحمته هي الفئة الصابرة المؤمنة. إذا الفئة المؤمنة الصابر، إذن جزاء الصابرين أن الله أعد لهم النعيم المقيم أو بالأحرى جزاهم بالجنة، جنة الخلد أو الدوام. نمر إلى السؤال الموالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. معنى هذا الحديث؟ هنا هذا الحديث يجرنا إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحدهم يسأل صدقة أو عطية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه كل ما يملك. لهذا نزلت الآية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هنا الله عز وجل يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل والجشع. في نفس الوقت لا تكن مبسوطة، بمعنى لا تسرف كثيرا. هنا الوسطية والاعتدال. وتحديدا في الحديث: ما أعطي أحد عطاء أو خيرا وأوسع من الصبر. هنا الصبر أعظم وأكثر من العطاء، حتى وإن كان الإنسان محتاجا أو في ضيق فالصبر أولى من العطاء. إذن هذا بخصوص معنى هذا الحديث. هنا في فقرة أبادر وأؤثر في محيطي لدينا نص يقول: أطيع أبي وأمي. إذن طاعة الوالدين واجبة، وكذلك واجب احترام إخواني والأخوات. إذن أطيع أبي وأمي وأحترم إخوتي وإخواني وأتعامل بلطف مع أصدقائي. هنا إذا تأملنا في هذا الفقرة أن جميع هذه الخصال فهي خصال الحميدة، هي الطاعة، طاعة الوالدين واحترام الإخوان والتعامل بلطف مع الأصدقاء وكذلك الصبر على الأذى وأصبر على أذى. إذا رغم الأذية فالإنسان يجب أن يصبر على كل ما يصيبه من أذى. إذا هذه كلها خصال إذا اجتمعت في والد فهو نعمة
الوالد نعمة السلوك ونعمة الأخلاق ونعمة ذلك. إذن طاعة الوالدين والاحترام والصبر هي من شيم المؤمن كذلك، ويجب على كل منا أن يتحلى بها. إذن هذا ما سميناه بنعمة الوالد. كل ولد يتصف بهذه الأوصاف فهو نعمة الوالد، على عكس نعمة فهي بئسة، وبئسة لا يجب أن يتصف بها أحدنا. لذلك دائما يجب أن نتحلى بالقيم وكل السلوكات وكل الأخلاق الحميدة. إذن حصتنا تنتهي هنا، إلى حين أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، دائما في نفس المادة، مادة التربية الإسلامية. إذن إلى حين نلقيكم إن شاء الله.